مرة ثانية صباح الخير، صباح المحبة، صباح السلام. خير بداية في اجتماعنا الكنسي هذا أنه نبدأ بالصلاة ونطلب من أخونا المحبوب جوزيف الحايك أن يقودنا في الصلاة. صباح الخير. إذا منوقف أعملوا معروف يا ربنا الحبيب، نشكرك، نعظمك، نباركك يا إلهنا الحبيب في كل حين وعلى كل شيء. نشكرك يا رب في هذا الصباح المبارك يا رب، اللي أنت يا رب اعطيتنا يا رب هذه الأيام الحلوة يا رب اللي قضيناها مع بعضنا البعض يا رب. نشكرك يا رب على كلام الأسيس يا رب الذي مرق قلوبنا يا رب. يا إلهنا الحبيب لا تخلينا نرجع يا رب مثل ما جينا يا رب، خلينا يا رب على طول مملوئين يا رب من روحك القدوس يا ابانا السماوي. بارك كنيستنا يا رب، بارك كل شخص امامك يا ابانا القدوس، بارك اولادنا واحفادنا يا رب. يا الهنا الحبيب نحن بنترجيك يا رب انه انت يا الهنا الحبيب على طول جمعنا يا رب بهذه المحبه يا رب. يا رب ازرع بقلوبنا المحبه والتسامح يا رب. اشكرك يا رب على كل شخص يا رب يخدم بهذه الكنيسه يا رب. أشكرك يا رب على كل أعطاء يا رب الأخوة اللي بيقدموا لهذه الكنيسة يا رب. أنا أشكرك وأعظمك يا رب يا إلهنا الحبيب. رجعنا على بيوتنا بخير وسلامة وحمينا على الطيران يا رب حتى اللي نرجع بخير وسلامة ونجتمع فيه كل أحد القادم يا رب. كل يوم يا رب أنت بقلوبنا وبحياتنا يا رب، غيرنا يا رب. يا إلهنا الحبيب أنت بتعرف الظروف يا رب اللي عم يمر فيها هذا الكون يا رب. نحن يا رب نسلمك حياتنا بالكامل يا رب، أنت تستخدمنا حسب إرادتك ومشيئتك يا رب. أنا أشكرك وأعظمك وأبارك اسمك يا رب باسم الفادي الحبيب يسوع، آمين. الرب يباركك ويحميك أنت وأهل بيتك. الترنيمة اللي تم اختيارها لخدمة هذا الصباح مستحق كل المجد. أختنا ليلى بترنم لنا ترنيمة ثم أفرحنا بيك، بنحبك بنسجد ليك، وحالا بعد ما نخلص بنحبك نسجد ليك، بنستمر مع ترنيم 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 ثم الخدمة وننهي بنشيد يعلو بالهتاف. كالمعتاد من استطاع على النهوض لينهض بفرح وتلذذ روحاني مع بعضنا البعض مستحق كل المجد. أخت ليلى في هذه الترنيمة.
سيدي الحبيب يا نور عمري آتي إليك يا ربي فأنهضني يا سيدي الحبيب يا نور عمري آتي إليك يا ربي فأنهضني آتي إليك بكل ضعفي اسمع صراخي واشف نفسي محتاج إليك يا ربي انهدني يا يسوع انهدني يا يسوع آتي إليك بكل ضعفي اسمع صراخي واشف نفسي محتاج إليك يا ربي انهضني يا يسوع انهضني يا يسوع مشتاق لعملك فيا محتاج للمسة قوية مشتاق لعملك فيا بحبك العجيب ألهب قلبي فأشبع قلبك بصدق حبي بحبك العجيب ألهب قلبي فأشبع قلبك بصدق حبي تعال براسي بكل عظامي روحك يملأ كل كياني تعال وبدد كل
كل احزاني انهيني يا يسوع، انهيني يا يسوع. تعال براسي بكل عظامي، روحك يملأ كل كياني. تعال وبدد كل حزاني، انهيدني يا يسوع، انهيدني يا يسوع. مشتاق لعملك فيا، محتاج للمسة قوية. مشتاق لعملك فيا، محتاج للمسة قوية.
وخير للمؤمنين وتغمرنا بالنعمة ودمك مسطورين سبب راحة عيوننا إننا بإيديك واللي آمن بصليبك يلقى معلومين سلطانك يا ابن الله أبانا السماوي. القلب والفكر مجتمعان في استقبال الكلمة. نشكرك من أجل استمرارية الخبر السار بأننا أبناء وبنات لك في ملكوتك، وخصصت لنا هذا الوقت أن نلتقي لنسمع ونسمع. سمعنا وما زلنا نسمع منك من خلال خدامك بالطاعة. أخونا القسيس هشام يكرس موهبته ومعرفته وانتماءه للكنيسة، وهذا يا رب
دور شجعنا أيضا. بارك هذه الكنيسة وبارك كل من يقبل الدعوة أن يكون معنا شريك في العبادة. كن مع الخادم هشام الآن في آخر وعظة لهذا الموسم، لعلنا نترك هذا المكان مدركين دون أي شروط أو قيود أو حدود بأننا حقا أبناء النعمة. باسمك الغالي يسوع المسيح نصلي، آمين. مش عارف كم واحد عايز يروح وكم واحد مبسوط بيقول يا ريتنا نفضل هنا. عارفين المسيح لما قال أنتم نور العالم، ساعات كتيرة بتخيل كده لو كل المؤمنين مثلا في إدمنتون كل المؤمنين اتجمعوا وقالوا حلو قوي تعالوا نبني كم عمارة كده كم بعض وكل المؤمنين يسكنوا في العمارة، إيه رأيكم كده كلنا نسكن في حي واحد في عمارات جنب بعض، تخش الدور الأولاني تسمع ترنيم في الكارما، الدور الثاني تسمع ترنيم مش عارف من سات سبق، يعني كده وكلنا بنحب بعض، يعني ما حدش احتك ببعض في المؤتمر كلنا. عارفين ليه ما ينفعش لو جمعوا كل النور وحطوه في مدينة واحدة؟ عارفين هتبقى المدينة الايه؟ المدينة المنورة، ما عندناش دخل بيها. لكن الكتاب المقدس قصد ان احنا نكون نور للعالم. الرب يسوع كان في احلى منظر لما طلع على الجبل مع بطرس ويعقوب ويوحنا، ويقول الكتاب وهناك تغيرت هيئته وشافوا مجد وجمال وعظمة زي ما احنا في المؤتمر كده على قمة الجبل فرحانين بنرنم بنسمع كلمة حلوة بنحب بعض بنخاف على بعض، ويجي بطرس يقول له جيد يا رب أن نكون هنا، يا ريت نفضل هنا على طول، يا ريت نفضل هنا ونشتغل برضو نصنع لك مظلة يعني بس نفضل هنا. المسيح قال له لازم ننزل، لأنكم لو تفتكروا لما نزلوا من على الجبل لقوا راجل عنده ابن في روح شريرة والولد كان عنده صرع. أحيان كتير ربنا بياخدنا على جبل يختلي بينا عشان يملانا روحيا ويشحننا روحيا، بس يقولك ما ينفعش تفضل هنا لأن في ناس تحت محتاجة إنك تروح لها. وهو ده اللي أنا عايزكم تفكروا فيه وانتم مروحين النهاردة، مين اللي محتاجني تحت؟ مش لازم كلنا نبقى وعاظ، وانا عايز اقول لكم منتهى الامانه كواعظ اضعف خدمه في الكنيسه النهارده هي خدمه الوعظ. الخدمه الحقيقيه هي اللي في الشارع، هي اللي بتبحث عن الضال، هي اللي بتطبطب على المسكين، هي اللي بتفتش على اللي ضايع، هي اللي بتنزل على ركبها عشان تصلي من اجل كل واحد ضاع. بصوا انتوا عليكم مسؤوليه غير عاديه، انتوا ربنا جابكوا هنا لانه عايز ينقذ ادمنتون، عايز ينقذ كندا، ومش والرب بيدور على ناس يقدر يأتمنها على الخدمه عشان تربح الناس دي. لو انت فاكر بس انك جاي هنا عشان اعيش عيشه كويسه وربي عيالي احسن ما كنت ممكن اربيهم في بلدهم و و و و، يبقى انت فاهم حياتك الروحيه غلط. احيانا كتير ربنا بيتدخل في حياتنا ويحط قدامنا باب مفتوح، واحنا لان مخنا في حتة تانية ما بنشوفش الباب ده هو مفتوح، وبيعدي علينا ناس ربنا بيبقى قاصد يحطهم في حياتنا لانه احنا الوحيدين. بصوا اعظم ما في المسيحية ان احنا we have a good news. تخيلوا ان احنا بس احنا اقلية، صح؟ احنا اقلية، بس احنا الاقلية الوحيدة اللي في العالم اللي عندها good news. بس لاننا مشغولين قوي بكل مشغوليات العالم اللي حوالينا ما بنشاركش الجود نيوز. يعني احنا الحمد لله ما عندناش خبر وحش، ما عندناش حاجه وحشه نقول للناس، احنا بنقول للناس ان امنت بيسوع هتروح السما، ايه الوحش في كده؟ تعالى امن بيسوع ليك حياه ابديه، ايه الوحش في كده؟ احنا عندنا اعظم خبر في الدنيا ان يسوع بيخلص. انا بصلي من كل قلبي ان ربنا يطلق لساننا الايام اللي جايه،
موضوع بس محتاج ان انت تقول له انا متاح ليك، زي ما كنا بنتكلم اول يوم، انا امريدي انك تستخدمني، امريدي انك. لكن انا دايما بفتكر المنظر والمسيح على الجبل وبعدين ينزل يلاقي، وبعدين فاكرين ابو الولد قال له ايه؟ قال له طلبت من تلاميذك ما عملوش حاجة. ويوم ما الكنيسة تبقى واقفة مقيدة مش عارفة تعمل حاجة، طب العالم يعمل ايه؟ اذا الكنيسة اللي تقدر تعمل حاجة، بصوا الكنيسة هي المكان الوحيد اللي ممكن تحيي موتى. تصدقوا الكلام ده؟ الكنيسة هي المكان الوحيد اللي ممكن تقوم الموتى. لما يجي واحد خاطي يدخل الكنيسة من الباب ده ويخرج من الكنيسة دي حي، ونقدر نقول عليه لأن ابني هذا كان ميتا فعاش. قضية الإحياء دي ما بتحصلش غير في جسد المسيح. وإحنا عندنا أعظم اسم في الوجود، عندنا أعظم اسم. للأسف بعض الكنائس والتراديشن اللي احنا طلعنا فيها استخدموا اسم يسوع لاستخدام الغلط. يعني مثلا يعدي قدامك فاتوني باسم يسوع، او تخش تلاقي الدنيا ضلمه باسم يسوع، كان اسم يسوع ده تعويذه بنحتمي فيها. اسم يسوع اعظم من كده كتير. فاكرين زمان لما كانت الكنائس فقيره، وانا دايما بقول المثل ده، لما كانت الكنيسه فقيره كانت بتستخدم اسم يسوع. فاكرين بطرس لما راح الهيكل ولقى راجل عمال يستعطي، عايز شيكل بس، عايز دينار، عايز دولار، عايز اي حاجه. كم واحد فيكم يتفق معايا ان احنا نشكر ربنا ان بطرس ما كانش معاه دولار يديه للراجل ده؟ لو كان معاه دولار يديه للراجل ده كان اداله دولار، ما كناش سمعنا على المعجزه. لكن بطرس بص له كده وقال له ليس لي فضه ولا ذهب، وقد نكون ككنيسة ما عندناش لا فضة ولا ذهب، بس اللي عندنا هو اللي العالم محتاجه النهاردة. قال له لكن الذي لي فإياه أعطيك باسم يسوع المسيح، قم وامشي. يقول الكتاب أنه فقام في الحال. هو ده اسم يسوع، هو ده اسم يسوع اللي من حقي ومن حقك ومن حقك إن احنا نستخدمه، وإحنا ما بنستخدموش غير بس في اسم يسوع. تبعد النهارده الكنائس بتبعت بطاطين وبتبعت ادويه وبتبعت غدا اكل وبتبعت حاجه، والحاجه الوحيده اللي الكنائس بطلت تعملها انها تبعت اسم يسوع، لان بقى معانا فلوس. بقى اسهل ان انا اطلع من جيبي دولار عشان الراجل ياخده ويمشي على ان انا اقول له باسم يسوع قوم وامشي. تخيلوا الراجل ده كان ممكن يفضل قاعد قاعد عمره كله لو كان بطرس اداله فلوس. لكن الرب النهارده بيقول لك انا عايزك تروح وانت مستخدم اعظم اسم، باسم يسوع لك اقول قم باسم يسوع. بيحكوا عن واحد مره من اباء الكهنه الكبار في 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 روما، جاله ضيف فبيفرجوا الكاتدرائيه الكبيره قوي، بيقولوا شايف كميه الذهب، فالذهب المليان في الكاتدرائيه، فبيضحك مع الراجل بيقول له اعتقد ان احنا دلوقتي ما نقدرش نقول ليس لي فضه ولا ذهب. ورد عليه الراجل قال له برضو ما تقدرش تقول ولكن باسم يسوع ومشي. فبقى عندنا ذهب وبقى عندنا ممتلكات وبقى عندنا حاجات كتير قوي، بس ما بقيناش نستخدم اسم يسوع، كأننا بنتكسف نتكلم عن اسم يسوع. يسوع نزل من على الجبل زي ما احنا هننزل النهاردة من على المؤتمر، بس عايزك وانت نازل تفكر مين يا ترى قاعد تحت معذب. خدوا بالكم من كلمة ان ابوه كان معذب. ليه الكتاب المقدس بيستخدم الالفاظ دي؟ لان بيقول لنا كويس قوي ان احنا نبقى فرحانين بالرب، كويس قوي ان احنا نبقى هيمنين روحيا، كويس قوي ان احنا نبقى خدنا جرعة جديدة، بس اذا ما نزلناش عشان ننقذ الناس المعذبين تحت يبقى احنا في حاجة غلط في حياتنا. الكنيسة لو مفتوحة بس علشان احنا نفرح، احنا ننبسط، احنا نتجمع، احنا نقابل بعض، تبقى كنيسة مش فاهمة هي عايشة ليه. الكنيسة ملهاش غير هدف واحد بس، انها تعلن اسم يسوع في العالم. بصوا يا جماعة انا بكلمكم بمنتهى الامانة وما حاجة عايز حد يزعل مني في اخر يوم، مفيش ولا آية في الكتاب المقدس، ولا آية في الكتاب المقدس، وانا عارف ان كلكم اساتذة في الكتاب، بتقول للخاطي تعالى الكنيسة. لكن الكتاب المقدس بيقول للكنيسة اذهبوا إلى العالم. احنا فاتحين الكنيسة
جايبين مرنم، جايبين قسيس، جايبين واعظ، جايبين غدا، جايبين بتاع، بنستعجب. هي ليه الناس ما بتجيش؟ لانه الكتاب ما قالش للناس تيجي، الكتاب قال للكنيسه لازم تخرجي بره الجدران بتاعتك وتذهبي الى العالم. وهي دي اللي احنا بنسميها الارساليه. اخر حاجه قالها الرب يسوع في حياته على الارض، اذهبوا الى العالم اجمع واكرزوا بالانجيل، واكرزوا بالانجيل. دفع الي كل سلطان. We have to understand we have the authority and the power. إن إحنا نخرج للناس. هيزعلوا مننا، هيقولوا. أنا ما بقولكش إجبرهم. بصوا حاجة مهمة قوي. الله لم يعني هقولها بالإنجليش لأن أنا كتبتها بالإنجليش وبعدين هحاولها أقولها بالعربي. God didn't call us to convert anybody. Conversion is the work of the Holy Spirit. But God called us to share the good news. الله ما دعناش ان احنا نغير حد. انا مش مسؤول عن تغيير حد، مش مسؤول عن تغييركم، لانه عملية التغيير دي عمل الروح القدس في حياتنا. لكن احنا مسؤولين ان احنا نشارك الروح القدس، ان احنا نشارك الجود نيوز. في الثمانينات رئيس شركة كوكاكولا اتعين جديد، واول حاجة قالها ولفتت نظري جدا، قال انا الميشن بتاعتي ان انا مؤمن ان من حق كل واحد في العالم كله يدوق الكوكاكولا على الاقل مره في حياته. بيقول من حق كل الشعوب انها تدوق الكوكاكولا ولو مره في حياتها. تخيلوا احنا لو الكنيسه في ادمنتون رفعت الشعار ده، ان من حق كل واحد عايش في ادمنتون انه يسمع عن المسيح على الاقل مره واحده في حياته. بس الكتاب بيقول كيف يسمعون بلا كارس، كيف يسمعون بلا كارس. مش كده النصيحة اللي عايز أسيبها لكم؟ فاكرين قلت لكم هنصلي لمدة 3 أيام؟ ما عرفش كم واحد عمل كده. ماذا تريد مني يا رب أن أفعل؟ أنا نفسي أقول لكم خد على قلبك عهد أنك ما تروحش الكنيسة وإيدك فاضية. أنا ما بقولش خد معك طبق أكل ولا طبق فاكهة ولا حتى عطا. ما تروحش أبدا غير ومعك حد تقول له تعالى وانظر. اكتر ناس ربنا استخدمهم في الكتاب المقدس جابوا واحد بس للمسيح، يعني اندراوس جاب بس بطرس، وبطرس جاب الاف، صح؟ كل اللي كان بيعمله يقول له تعالى وانظر، تعالى وانظر. محتاجين ان ربنا يفجر جوانا نار حب جديده ليسوع وللملكوت، بان احنا ننزل وننشر ملكوت الله، ملكوت الله للناس. هشارككم بحاجه بنعملها انا ونبيل، وفعلا اتمنى انكم تصلوا لنا من اجل اللي احنا بنعمله، واللي فيكم يحب يشارك في الموضوع ده يبقى كويس قوي. احنا كنا في روسيا من كام سنه نبيل؟ سنتين؟ معقوله 6 سنين؟ لما كان الورد كاب، كاس العالم لكرة القدم بيتلعب في روسيا. احنا متعودين نعمل حاجة يعني بقالي بتاع حوالي 30 او 20 سنة بعملها، ان احنا في كل مرة بيبقى في ايفنت بتاع سبورتس، بتاعت يعني نشاط رياضي، بروح اعمل 6 حلقات في التلفزيون. كنا بنسميها من يغلب او اغلى من الذهب او كده. كنا بنحاول ان احنا نعمل نربط السبورت، لان اغلب شبابنا الصغير بيحب السبورتس طبعا، وبربطها بانه ازاي انت تبقى غالب في حياتك. وبشكر ربنا يعني كميه يعني في كل مره بنعمل البرامج دي على الاقل 7-8 ساتلايت شانلز بتبقى بتزحف في وقت الاولمبياد. المره اللي فاتت واحنا في روسيا كذا هيئه اشتغلنا مع بعض وعملنا البريسلت دي، شايفين مكتوب عليه اي لاف ميلانو، بس عملناها بكل دول العالم، يعني I love Syria, I love Lebanon, I love Egypt, I love Korea, I love كل البلاد. فهي لما الناس كلها كانت مروحة من روسيا، كل واحد لابس واحدة زي دي على ايده ودخل بيها بلده، حتى البلاد اللي ممنوع فيها دخول حاجة. بس ايه بقى اللي احنا حاطينه هنا؟ دي عليها 16 جيجا، فيها فيلم يسوع بكل اللغات، فيها الكتاب المقدس بكل اللغات، فيها كل الكتب اللي بيسموها الابولوجيتكس الدفاعيات. فقدرنا ندخل
مش عارف يعني تعمل منها مثلا بتاع 100,000 او اكتر بكل اللغات. يعني احنا كل اللي كنا بنغيره المحتوى واحد، فانت بس مجرد انك تحطها في الكمبيوتر بتاعك بتختار اللغه بيطلع لك كل اللي انت عايزه في اللغه، ايطالي انجليزي فرنش اسبانيش عربي كل حاجه. فتخيلوا ان يعني فكره بسيطه زي كده دي اتعملت في الصين بالمناسبه، يعني لانها ارخص، كانت ارخص مكان نقدر نعمل فيه نعمل فيه ده. بس اللي انا بقوله واللي انا بشارككم بيه، طبعا لو حد عايز يروح معانا فرنسا، احنا رايحين فرنسا في اول يوليو، هنعمل اسبوعين هنعمل حلقات، والاسبوعين التانيين هيبقى عندنا تيمز بتشتغل في كل عند كل الاستادات بيقفوا وبيوزعوا. بس المره دي مش هنوزع دي، المره دي عملنا حاجه اسمها زي باركود كده صغير جميل شيك كده في ميداليه، كل واحد ياخد الميداليه دي، بس مجرد انك تحط الباركود ده وتصوره يفتح لك في الكمبيوتر بتاعك كل اللي احنا حاطينه هنا، بس على اكتر كتير. في اللي انا عايز اوصله ان احنا مفروض ككنيسه نبتدي نفكر ازاي نقدر نوصل للعالم اللي محتاج يسوع. صدقوني العالم لا محتاج في اكل ولا محتاج دواء ولا محتاج اسلحه، العالم محتاج انه يعرف يسوع. واحنا اذا ربنا ما حررناش ان احنا نكلم الناس، انا عارف ان دايما عندنا شعور بان احنا اقليه، بس احنا الاقليه المؤثره في العالم. تعرفين ليه في سوريا وفي لبنان وفي مصر وفي الحتة دي مش عايزين يموتوا المسيحيين ويطردوهم؟ مهما كل الاضطهاد ده بيحصل هتلاقي ناس دايما بتحافظ على وجود المسيحيين، لان العالم ما يقدرش يعيش من غيرنا. امكانكم ده الامان. والمسيح لما اختار وصف لينا قال انتم نور وانتم ملح. تخيل كده زمان لما كانت المدام بتطبخ، زمان ايام ما كانت الستات بتطبخ، لسه بتطبخوا دلوقتي؟ عندنا في امريكا بطلوا ماكدونالد شغال ازاي والعالم دي كلها شغال. حبيبي وانت جاي هات لك. anyway. يعني تخيل كده انك راجع بالليل كده وجعان بقى، ومراتك عملت لك ده، انا عامله لك مثلا صينيه باميه ولا مش عارف لحمه يعني كده، وانت بقى خلاص جعان، واول ما تخش ولسه بتاخد اول معلقه وتقول لانها نسيت تحط. تخيل المنظر، الاكل شهي جدا جميل جدا كل حاجه رائعه، بس هي نسيت تحط اقل الملح، بيبقى اقل حاجه بتتحط صح، بس حبه الملح دول اللي من غيرها الاكل. وانا عايز اقول لكم العالم ده مش مبلوع غير بوجود شويه المسيحيين المؤمنين الموجودين في كل بلد، لان احنا ملح الارض. لو دخلت بيت مهما كان فخم قوي والنور مطفي، كم مره اتخبطت في رجلك، وكم مره اتخبطت في ركبتك، وكم مره اتخبطت برغم انك بيتك وحافظه، بس لما بتكون الدنيا ضلمه بنخبط في بعض. والكنيسه الضلمه، الكنيسه اللي فيها كلمه ربنا مش منوره، والبيت اللي ما فيهوش كلمه ربنا منور، والبلد اللي ما فيهاش كلمه ربنا منوره، تلاقي الناس كلها بتخبط في بعض. مش كده؟ انا عايزك تروح بالمفهوم ده، انتم نور العالم. الشغل بتاعك قد تكون انت واحد بس مسيحي مؤمن، او في المدرسه او في مكان، تخيل ان انت اللمبه الوحيده اللي ربنا معتمد عليها عشان تنور للناس دي. بس اذا كان النور الذي فيكم بقى ظلام، فالظلام كم يكون؟ او اذا فسد الملح هنعمل ايه؟ طيب خلوني انا عايز اختم معاكم بايه. انا عايز اعرف انكم عايزين تروحوا تحضروا شنطكم وتمشوا، افتحوا معايا او اذا كانت حضرتك تتكرمي في تسالونيكي الاولى اصحاح 5. السؤال اللي انا دايما بتساله يا سيس، ازاي اعرف مشيئه الله لحياتي؟ انا عايز اديكم النهارده 3 كلمات هي مشيئه ربنا لحياتك. عدد 16 17 18 و19 بيقول في عدد 16 افرحوا كل حين، دي آية. وبعدين 17 صلوا بلا انقطاع، 18
أشكره في كل شيء لأن هذه هي مشيئة الله. يبقى لو أنا بسأل يا بسأل يا رب أنت إيه مشيئتك لحياتي؟ يقول لي يا شام أنا عايزك تبقى فرحان، أنا عايزك تبقى بتصلي معايا كل حين، أنا عايزك تعيش بقلب شاكر. بس يعني يا رب مش عايزني أعزق ليل نهار واركع وأقوم لا لا، مش هو ده أنا مدور عليه، مش هو ده أنا مدور عليه. بعد كده بيقول في عدد 19 لا تطفئ الروح، الروح اللي ربنا فجرها جواك في المؤتمر ده ما تخليش أي حاجة ما تخليش أي حاجة تاخدها منك. تعالوا ناخدهم بسرعة. عايزة تعرفي إيه مشيئة ربنا في حياتك؟ نمرة واحد، ربنا عايزك تعيش فرحان، ودي أكتر حاجة اختفت من وشنا واختفت من قلبنا واختفت من حياتنا. أنا بسافر كتير قوي، السمة السائدة إن كل الناس قاعدة مبوزة وكل الناس ماشية في الشارع مهمومة، ويبقى راكب عربية رولز رويس، ويبقى راكب عنده بيت وعنده بدل التلاجة اتنين وبدل العربية مش عارف ايه وبدل البيت ايه ومش فرحان. تيجي تصطدم قدام الكتاب المقدس بأن ربنا مشيئته مش انك تكون حزين وباكي ومعيط وعلى طول حاسس بانك ضعيف لا لا لا، ده مشيئة تاني. ان مشيئة ربنا بيقول انا مشيئتي ليك انك تعيش فرحان، وده تكميل اللي قاله في العهد القديم، بيقول فلا تكون الا فرحا في كل ظروف حياتك. انا فرحان بالرب. المشكلة ان احنا بنتخيل ان في حاجات من بره هي اللي هتفرحنا، من بره هي اللي هتفرحنا، ان انا بحاول ادور انا ازاي افرح، ازاي اجيب ايه علشان افرح، اجيب ايه او اشتري ايه زياده. كم واحد فينا كان بيفتكر ان السعاده في الممتلكات؟ انا بفتكر لما اتجوزت مراتي، يعني بالمناسبه عشان تعرفوا الست دي غلبانه ازاي، انا يعني اللي فيكم من مصر واغلب في الدول كلها احنا ما كانش معانا فلوس نتصور صوره فرح، وما عندناش صوره فرح. تعرفين لما بيروح يصوروا العروس والعريسه وبعدين تحطها كده في الصالون، ما عندناش صوره ما صور. كنت اسيس غلبان ما صورش صوره. بس انا فاكر كويس قوي لما جبنا ثلاجه ايديال 8 قدم اللي في مصر، يعرف انا بقول كان زمان يعني الاختراع بتاع الثلاجه الايديال 8 قدم ده، تبقى انت كويس لو جبت ال10 قدم تبقى من العائلات يا اولاد الناس. هي كانت هم ما كانش في وقتها في مصر غير يا 8 قدم يا 10 قدم وايديال، فجبنا الثمانية قدم كنا فرحين قوي صح. تعال هنا بقى، انت في امريكا ولا في كندا، كم واحد فيكم عنده اكتر من ثلاجه؟ ثلاجه في البيت وثلاجه في الجراج وثلاجه في مش عارف في الباك يارد، وعندنا اكتر من ثلاجه. والنهارده وبعدين العالم طبعا عمال يلعب على ايه؟ ان زمان كانت عندنا هي يا دوب الثلاجه تحط فيها حاجه ساقعه صح، يعني تتسقع. دلوقتي تركيب ثلاجه بتنزل لك ميه ساقعه وميه فاتره والثلاجة بيها تلج، فتبص للي عندك وتقرف وتقول أنا عايز دي. النهاردة الثلاجات الجديدة اللي عندنا في أمريكا مش غالية بالمناسبة، أكيد نزلت كندا، ثلاجة فيها سكرين توصل بها البلوتوث وتقدر تسمع وتعمل مكالماتك، وبعدين تقول لك أنت ناقص عندك البيض ناقص شوية، المدام ما طبختش مبارح كده، يعني تقول لك كل المعلومات وانت توقف قدام السكرين. ايه اللي بيحصل؟ ان العالم على طول بيحسسك ان اللي عندك مش كفاية، انت محتاج تغير اللي عندك علشان تفرح. لما بتجيب عربية تبقى فرحان قوي، يعني أنا بفتكر أن أنا جبت العربية بتاعتي اشتريتها يوم الجمعة، ويوم السبت جه واحد كان سكران كان واخد راكس وشال العربية تاني يوم، يعني لسه حتى البنك ما يمكن ما بعتلهمش الفلوس بتاع العربية. الفرح اللي العالم بيحاول يصدره لنا ان انت محتاج حاجة تحصل تفرحك، محتاج موقف يحصل يفرحك، محتاج تشتري حاجة تفرحك، وبتكتشف ان كل ما العالم بيقدم لك ده بيقدم لك سراب، وكل ما توصل له تكتشف انه مش هو ده الفرح. في يوم من الايام كان في واحد فاكر انه الفرح في السلطة والمال، فابتدى يكرس كل حياته انه يجمع سلطه ويجمع مال، ولما الاثنين يبقوا مع بعض انا عايز اكتر من كده، انا معايا فلوس وعندي سلطه. لكن الراجل ده برغم انه كان عنده سلطه وكان عنده فلوس بس ما كانش فرحان. بيقول الكتاب انه في يوم من الايام الرب يسوع كان معدي والدنيا زحمه قوي، والراجل ده حاول يروح يشوف يسوع لانه كان سمع انه قوم لعازر وسمع انه بيعمل معجزات وكان جواه اشتياق انه يشوف يسوع. بس بيقول ان الكتاب انه الناس لم تعطيه مكانا لانه كان قصير القامة.
لما تكتشف ان انت لا فلوسك ولا سلطتك تقدر تعمل حاجة. يقول الكتاب انه جري وراح وصعد شجرة الجميز، ما عرفش فيكم من فلسطين يعرف انا رحت زرت الشجرة دي، بيقولوا ان هي دي يعني، بس ما عرفش ازاي عايشة بقالها 2000 سنة بس او يعني زرناها. وطلع زكى فوق الشجرة صح؟ بس خدوا بالكم، خدوا بالكم، لو انت ماشي في موكب زي ما انت ماشي في موكب رئيس الوزراء ولا الرئيس معدي، في العادي الرئيس هو معدي بيتحي الناس اللي على اليمين والناس اللي على الشمال، وما بالكم بقى شوارع فلسطين ضيقه ازاي. فالجموع تزحم يسوع، لكن حاجه غريبه جدا ان يسوع يسيب كل الناس اللي بتهتف وبتسقف ويرفع عينه لزكى اللي موجود في الشجر. عارفين انت الدرس ده بيقول ايه؟ ان ربنا بيدور على القلب اللي مشتاق اليه. ربنا ما بيهموش الزحمة والعدد الألفات والناس دي كلها، ربنا لما بيخش الكنيسة بيدور على كام واحد قاعد في الكنيسة مشتاق انه يتقابل معاه. عشان كده يقول الكتاب انه يسوع رفع عينيه ونظر الى زكى. غريبة يا رب، ما انت عليك، ما انت حواليك 100,000 زكى، لا لا بس في واحد بس مشتاق، وزكى يتقابل مع المسيح. والمسيح يقول له اسرع وانزل يا زكى. كان اول مرة زكى يسمع اسمه بيتنادى من غير شتيمة. تعرفين جاب الضرائب كان دايما يعني اسمه يتجاب وبعديه شتيمة. أول مرة كان يسمع اسمه يتقال بحب. قال له يا زكى أسرع وانزل، ينبغي أن أمكث اليوم في بيتك. ويقول الكتاب آية في منتهى الروعة، بيقول فنزل وقبله فرحا. اكتشف ان الفلوس والسلطة مش بتاع، لانه قام عامل ايه؟ قال له يا رب ان كنت قد وشيت باحد ارد له 4 أضعاف وانا اعطي نصف اموالي. يعني اكشوالي المقابلة دي كلفت زكى كل اللي عنده، ومش هرجع اعمل تاني اللي انا كنت بعمله. بس يقول الكتاب فنازل وقبله فرحا. كانه عايز يقول لك النهارده مش هتقدر تختبر الفرح الحقيقي، لانه الفرح الحقيقي بينبع من الداخل مش من الخارج. والوحيد اللي يقدر يديك فرح لا ينزع منك هو الرب يسوع اللي جواك. خليني اديكم مثل تاني. في يوم من الايام بيتكلم كتاب عن الخصي الحبشي، راجل وزير، عايز ايه اكتر من كده؟ وزير تحت سلطاتك قد كده وتحت امرك حاجات كتير قوي، وزير وراكب عربيه بتجرها 6 خيول. انا عايزكم تتخيلوا المنظر ده عشان انا بموت في فيلبس، بحب فيلبس جدا. انتوا متخيلين الخصي الحبشي بيقرا وماشي في مركب في عربيه بتجرها خيول، وربنا يقول لفيلبس، شوف بقى لما تكون ربنا عايز يستخدمك ويستخدمك ويستخدمني مهما كانت امكانياتنا ضعيفه، يقول لفيلبس تقدم ورافق المركبه. كم واحد قرا القصه دي؟ عمرك تخيلت ان فيلبس كان ربنا مديله قدره انه يجري بنفس سرعه الخيل؟ الكتاب ما قالش انه فيلبس انه الخصي وقف المركب، وقف المركبه عشان يكمل. ده هم ماشيين، ده بيجري وده بيجري، وبعدين فيلبس يقول له اتفهم ان انت فاهم اللي انت بتقراه؟ يقول له لا، وابتدي يكلمه، وبعدين في الاخر قال له طب وقف العربيه ونزل عشان يتعمد. رائع جدا لما ربنا يبعتك في ارساليه بيديك كل الباور انك تعمل الارساليه دي، وينزل ويتعمد الخصي الحبشي. وطبعا يعني اشكر ربنا ان وقتها ما كانش فيه فيسبوك ولا سيلفي ولا بتاع. تخيل كان انا لو مطرح في لوبوس كنت هريت الفيسبوك. بكل تواضع انا عمدت السفير الوزير، بكل تواضع يعني، والمجد لربنا، بس انا اللي جبت. تخيل الغريبة ان فيلبس عمد الخصي الحبشي، ولما طلع الخصي الحبشي من المية روح الرب كان نقل فيلبس. يعني حتى ما سمعش كلمة شكرا. وانا عايز اشجعك، احنا حين كتير بنزعل من الكنيسة اني ما تشكرتش، انه ابراهيم وهو بيشكر الناس دي نسي يجيب اسمي. انا زعلان ازاي الكنيسة ما شكرتنيش. اقرأ حياة فيلبس الوحيد اللي ما تشكرش في كل خدمة عملها، كان رائع يعني. مهم بعد ما الخصي الحبشي، طب حاجة تانية، كلكم قريتوا القصة دي، حد فيكم فكر السحر كان فيها مية ازاي؟ يا جماعة الله لما يبعتك لميشن هو بيعمل يعني، طب يعني لو هنا في ألبرتا هننزله المية الساعة، لكن في الصحراء وهو بيجري لقوا مية ازاي؟ بس ده عمل الرب. أنا دوري، ده كان دور فيلبس انه يسمع
ويطيع. والرب عليه الباقي كله، وده القوة انه يجري وده القوة الكب. بس الآية اللي انا عايز اوصل لها انه بعد ما الخصي الحبشي يتعمد وطلع وما شافش فيه لوبوس، يقول ومضى في طريقه تبكسفين تقولوها فرحا. يبقى زكا نزل وقبله فرحا، اكتشف ان المال مش كل حاجة، ده الفرح الحقيقي في يسوع. والخصي الحبشي مضى في طريق، هو نفس الطريق بالمناسبة، ما غيرش الطريق، ما غيرش العربية، ما غيرش حاجة خالص. اللي تغير، وانا عايزك النهاردة تروح فرحان بالرب، فرحان بالرب. ولما تكون فرحان بالرب، لما بولس يقول تعلمت ان اكون مكتفيا، انا فرحان بالرب، لابس ماركة، لابس خيش، لابس اي حاجة، انا فرحان بالرب. الناس بتحطني فوق، الناس بتحطني تحت، انا فرحان بالرب. بص انا بروح اماكن كتير واحيان كتير يعني بيبقوا عايزين يكرموني، يعني ويقول لك خلينا نسقف للأسيس هشام، فالناس تسقف طبعا، يا سقف. بقول لهم انا في كل مره حد بيسقف لي، اسمعوا الحكايه دي ابراهيم، اسمع الحكايه دي، في كل مره عشان ما تقولهمش سقفوا لي، في كل مره حد بيسقف لي بفتكر الحمار. لا سيبك من لا ما تطقيش. مرة واحد حمار راح لأمه، قال لها يما حاجة غريبة جدا حصلت معايا. قال لها، قالت له ايه يا ولدي؟ قال لها الصبحية كنت داخل أورشليم، الناس تزغرط وتسقف، واللي يقلع هدومه ويحطها تحت رجلي، واللي يجيب سعف شخر ويحطه تحت رجلي، انا وانا داخل أورشليم كده والناس عمالة تزغرط لي وتعمل كل ده، كنت فاكر ان انا ملك ملوك الحمير. قالت لها، قالت له طب وبعدين؟ قال لها بعد ما الراجل اللي عليا ده نزل إلا ما في حد عبرني. بس بصحيح أنا بكلمكم بمنتهى الأمانة، ما فيش غير واحد بس يستحق إن إحنا نسقف له ونسجد له ونقدم له كل ما عندنا، هو يسوع. مضى في طريقه فرحا. فانت تقدر تروح النهارده في نفس الطريق، في نفس العيله، في نفس الشارع، في نفس المكان، اللي هيبقى مختلف هو قلبك. يقول الكتاب في فيليب 4:4 افرحوا في الرب كل حين، كل حين. طب افرح ازاي؟ افرح ازاي؟ افرح ازاي في الظروف الصعبه دي؟ افرح ازاي وانا 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 باضطهد؟ كم واحد فيكم تعرض للاضطهاد في البلد اللي جاي منها؟ في يوم من الايام مسكوا بطرس ويعقوب وضربوهم علقه جامده، ويقول الكتاب ضربوا التلاميذ ويقول اوصوهما ان لا ينطقا بهذا الاسم، ويقول اما التلاميذ فرجعوا فرحين لانهم حسبوا مستاهلين ان يهانوا من اجل اسمه. يا بختك، فرح لا يعادله فرح لو اتشتمت عشان خاطر يسوع، لو اتسجنت عشان خاطر يسوع، لو اتضربت ولا اتطردت من شغلك عشان خاطر يسوع. مضوا فرحين لانهم اعتبروه شرف وامتياز ان انا اتهنت من اجل اسم يسوع. حاجة اخيرة عن الفرح. زمان واحنا في مصر كانت دايما دعوة الامهات لينا وانت نازل الصبحية، مامتك دايما تدعي لك تقول لك روح يا ابني ربنا يفتحها في وشك، صح؟ عندكم المثل ده؟ ربنا يفتحها في وشك. طب تعمل ايه لما البيبان كلها تتقفل في وشك؟ عمرك جربت ان البيبان تبقى مقفولة قدامك؟ جيت كندا فاكر انك هتبقى، وفجأة تلاقي البيبان كلها مقفولة، وتبتدي بقى روح نكد واحباط وحزن، وانا ايه اللي جابني، وانا ايه اللي عملني. ايه رأيكم كده لو واحد يقولك روح ربنا يقفلها في وشك؟ لانه بيقول الكتاب انه في يوم الاحد والأبواب مغلقة. تلاميذ قاعدين، يجي يفتح الباب ده يلاقي اليهود، يجي يفتح الباب ده يلاقي الرومان، يجي يفتح الباب ده يلاقي الكتبة والفرسين، يجي يفتح الكتبة يلاقي العسكر واقفين بره. الأبواب مغلقة، يعني أنا مش مقفلها بمزاجي، دي مقفولة غصب عني، كل ما بحاول أفتح باب البيبان دي كلها مقفولة. بس يقول الكتاب أنه في يوم الأحد والأبواب مغلقة جاء المسيح ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب، برغم أن البيبان ما اتفتحتش. ولا هللوا أنتوا خلاص المطر، أنتوا سحبتوا الكبس ولا لا؟ ايه اللي جرى؟ ايه اللي جرى؟ انتم في المود بتاع الترويح يعني ولا؟
الناس كتبوا فرحانين، فرح التلاميذ إذ رأوا الرب. اللي فرح التلاميذ مش إن البيبان اتفتحت، وجود الرب. فلو أنت اختبرت وجود ربنا في حياتك في كل الظروف هتفضل دايما فرحان. الحاجة الوحيدة اللي تضمن استمرار فرحك هو أنك تتملي بالروح القدس، لأنه يقول الكتاب الروح القدس بيعطي محبة فرح. فمهما وقف قدامك أي حد أي جبل، أنا فرحان بالرب، فرحوا كل حين. بعدين يقول صلوا بلا انقطاع. أنا مش هعلق كتير قوي. صلوا بلا انقطاع، يعني ايه صلي بلا انقطاع؟ احنا ساعات بنخش نصلي هي نفس الصلاة فبنزهق. كم واحد بيزهق بعد ما بيصلي؟ ما هم خمس دقايق. ما انا قلت له باركني وبارك مراتي وبارك عيالي وجوز البت ونجح الواد وهات لهم شغل، امين. ما ده اللي انا بصلي صبح وظهر وليل. ايه الجديد بقى في الموضوع؟ اصلي كل حين ازاي؟ فاكرين لما كلمتكم عن الصلاة الربانية وقلت لكم، يعني بصوا انا بحب قوي مدارس الصلاة، في مدارس صلاة رائعة جدا ويجوا يعلموك ويقول لك انك اول خمس دقايق قول تعظيم، وبعدين تاني خمس دقايق مجد ربنا، وبعدين تالت خمس دقايق اعترف، وبعدين رابع خمس دقايق صلي علشان مش عارف ايه. مع كل احترامي الرائع لكل مدارس الصلاة دي، ربنا يباركهم، بس انا مش محتاج حد يقول لي اكلم ابويا اقول له ايه. مش محتاج. انا لو قدرت ادرك ان الساعات اللي بقضيها مع ابويا ان انا برمي نفسي في حضنه، بتركن على كتفه، بياخدني في حضنه، اقدر اقعد معاه اليوم كله وانا مش خايف. وانا مش خايف، ده ابويا، ده ابويا. مش كده ما بيقول صلوا كل حين؟ كم مره بتحصل معاكي موقف او يحصل معاك موقف وتلاقي نفسك عايز تتصل بباباك او بمامتك او باخوك، بحد بتحبه، تحكي له اللي حصل معاك، حتى لو فني، حتى لو حاجه ما ملهاش، بس انت بتحكي لانك بتحكي مع شخص انت بتحبه. فلما بيقول صلي كل حين بيقول انا العلاقه بيني وبينك مش انك تقف تقول ايها الاب السماوي ولا انك تعمل كذا، انا عايزك تيجي تترمي في حضني زي الابن. عشان كده تقدر تصلي بلا انقطاع، لان انا ليه النهار بكلم ابويا، ليه النهار انا بكلمه، انا بشوف حاجه حلوه بكلمه، بشوف حاجه وجعتني بكلمه، انا بكلم ابويا. انا مش محتاج وسيط، هو مش عايز حد يزعل مني، مش محتاج وسيط بيني وبين ابويا. انا لو في يوم من الايام توني ابني جاب لي خاله اللي هو راجل عظيم جدا، لو تعرفوه، خاله راجل عظيم جدا جدا جدا، بس لو توني ابني جاب لي خاله يتوسط لي، انا هبقى في منتهى الحزن، لانه معنى كده انه بيثق في خاله اكتر مني، او فاكر ان خاله اغلى عنده عندي من ابني. انتوا معايا؟ فلما بيقول صلوا بلا انقطاع، هو مش عايزنا نقعد نقول صلوات محفوظه وصلوات مقروءه وصلوات متكرره. عشان كده احنا نفسنا ما بنبقاش يعني. انا كتير عندي ناس في الكنيسه اول ما بيبتدي يقول يا ابانا ببقى عارف هيقول ايه، خلاص ما بتتغيرش. فتخيل ان انت لو بتقول لمراتك او بتقول لباباكي او بتقول لباباك نفس الجمله، هي يقول لك مفيش جديد. لكن لما بتكون عايش في الحياة فبقول له يا رب بشكرك النهاردة من أجل اليوم الجديد، بشكرك يا رب أن تعرفت النهاردة بناس جديدة. أنتم متخيلين إحنا عددنا كم واحد تقريبا هنا؟ مثلا 50 واحد. تخيل أن أنت لو نعم، أنا لا بسأل، بس عددنا تقريبا 50 واحد. تخيل أن أنت لو كل يوم تقول يا رب أنا عايز أحكي لك عن أخويا، عن أختي، عن أخويا، عن الأسيس، عن القائد، عن اللي كان بيعزف، هتاخد مش 50 دقيقة، هتاخد 150 دقيقة وانت بس بتشكر ربنا على الناس اللي انت اتعرفت عليهم. محتاجين في صلواتنا ان احنا نخرج بره دايرة انا محتاج ايه. طب ليه يا أسيس ما احنا عندنا احتياجات؟ عايز اطمنك، يقول لان اباكم يعلم ما تحتاجون اليه قبل ان تسألوا. فانا مش محتاج اقوله كم واحد فيكم اب وام وانت قاعد كده مع مراتك بالليل تقول لها على فكره البنت محتاجه جزمه جديده، الولد محتاج بنطلون، الولاد محتاجين مدرسه. فاذا كنا احنا الاباء الارضيين بنعرف عيالنا
محتاجة ايه؟ حتى الواد الكسف يجي يقول يا بابا انا لانه شايف ظروفي مثلا مكسوف يجي يقول يا بابا انا محتاج شوز جديد، بس انا كأب حاسس. فكان بالحري ابوكم، عشان كده لما بيقول اطلبوا اولا ملكوت الله وبره بيقولك ما تشغلش نفسك بالحاجات اللي هذه كلها تطلبها الامم، وانا بشرق شمس على الاشرار والابرار وبمط، انا بدي كل حاجة لكل الناس، ده الطبيعي بتاعي. انا عايزك تطلب حاجات، عارفين لما في زمان يقول له عمق طلبك او رفعه؟ انتوا متخيلين كده لو بيل جيت، عارفين بيل جيت بتاع الراجل الغني قوي ده، لو بيل جيت جه واقف هنا في المؤتمر مطرحي وقال يا جماعه انا بيل جيت اغنى راجل في العالم اطلبوا حاجه، والاخت كده عشان متواضعه تقول له ممكن ايفون صغير كده، يبص لها ايه اللي انت بتطلبيه ده؟ ده على البيعه، ده حاجه ملهاش، ده انا بيل جيت. فتخيلوا ان احنا لما بنكلم الله ملك الملوك ورب الارباب اللي يقدر يطلع الشمس من الغرب، اللي يقف ايليا قدامه يقول وصلى ان لم تمطر فلم تمطر، واللي يقدر يعمل ده كله، تاكد ان انت كابن لربنا وبنت ربنا تستطيع انك تعمل كل حاجه في الدنيا لانك ابن الملك. احنا عشان طلعنا من كنائس تقليديه اغلبنا او ما كناش كلنا يعني، تأكد أن الكنيسة عندها سلطان الحل والربط. كل اللي هتحله على الأرض هيتحل، وكل اللي هتربطه على الأرض هيتربط. ده مش في إيدين ناس بس وإيدين ناس تانية، ده الوعد ده كان للكنيسة وكان للتلاميذ. تستطيع أن تربط إبليس عن عيالك، تستطيع أن تربط إبليس عن جيرانك، تستطيع أن تربط إبليس عن كل محاربة بتحصل، وتستطيع أنك تحل الروح القدس أنه يدخل ويشتغل. تستطيع لو الكنيسة ركعت على ركبها ولو الكنيسة اتحدت في الصلاة تستطيع أنها تغير المجتمع. إحنا إبليس ضحك علينا فخلى كل اجتماعات صلاة يا جماعة هنصلي عشان الأخت فلانة رجلها وجعها، والأخ فلان كبده وجعه، والأسيس بتاعنا مخه واجعه، خلاص طب خلاص. فصلواتنا عشان كده الناس ما بتحبش تيجي اجتماعات الصلاة. احنا عندنا في الكنيسة 5 اجتماعات صلاة في الأسبوع. 5، 3، 2، و4 وجمعة من 7 لـ8 الصبح بنعملها على زوم قبل ما الناس تروح شغلها. و3 وخميس بنعمل اجتماع صلاة الكنيسة العام، وبعدين يوم الخميس بنعمل اجتماع اسمه كده بالانجليش اسمه The Pillars of Fire. دول مجموعة من الناس بتيجي الكنيسة كل يوم خميس الساعة 7 بالليل تنبطح قدام ربنا وتقول له رب ادينا اللي على قلبك واللي انت عايزنا نعمله. ممنوع تطلب فيه اي طلبة لا للكنيسة ولا للأسيس ولا لأي حد، بس كمية الشفاءات اللي بتحصل عندنا في الاجتماع ده برغم ان ما بيطربش فيها ولا حاجة غير ان النار تنزل على المسبح غير عادية. عندنا ناس كتير قوي بتخف لا من وضع يد ولا بدهنة زيت، بس بالحضور الإلهي، بس بالحضور الإلهي، لأن احنا قدرنا ندرك ان اللي حفظ كنيستنا 30 سنة اللي فاتت برغم كل ما تعرضنا له من حاجات كتير قوي هو اجتماع الصلاة. وانا بما اقف يوم الحد بقول لهم لو عايز تحضر اجتماع من 2 تيجي الحد ولا تيجي اجتماع الصلاة، تعال اجتماع الصلاة، لان انا مصدق انه الكنيسه اللي بتصلي مع بعض بتفضل مع بعض، العيله اللي بتصلي مع بعض بتفضل مع بعض، الكنيسه اللي عارفه دورها في تاثيرها في المجتمع. كم مره احنا قعدنا وركعنا وصلينا من اجل القاده بتوع كندا، الاختيارات اللي بتحصل والقوانين اللي بتحصل. احنا ككنيسه نستطيع ان احنا بقوه الصلاه وبقوه الروح القدس نوقف حاجات كتير قوي اللي بتحصل. احنا المشكله ان احنا سايبينها، لأن كل واحد فينا مشغول بأنا عندي احتياج. مع أني لو أنا صدقت وزي ما قلت لكم في أول يوم لما الكتاب يقول مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا، أنا أوريدي متبارك، بس إبليس معيشني كأني يتيم. إبليس معيشنا كأننا يتمة، مع أن احنا مش يتمة، ده احنا أولاد الملك. صلوا بلا انقطاع، شارك ربنا باللي بقلبك، شاركي ربنا بأوجاعك بأحزانك، شاركي ربنا بأشواقك، شاركي ربنا بكل ما جواك، وتأكد أن أبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. آخر حاجة بيقول اشكره في كل شيء، ودي أكتر مشكلة بتواجهنا أن احنا شعب متذمر كلنا. أنا مرة خدت وعظة عندنا في الكنيسة بعنوان شكر بلا بسبسة، عارفين البسبسة؟
يعني تقول لها عامله ايه يا اخت؟ اشكر ربنا بس كتفي وجعني. عامل ايه يا اخ؟ اشكر ربنا بس الواد مغلبني. اعمل ايه يا اخ؟ اشكر. لازم نشكر ونبسبس بعديها على طول كاننا بنخاف من الحسد. يعني اخاف اشكر ربنا اقول كل حاجه كويسه؟ لا يعني، وده فكر اسلامي. فاحنا نشكر ونبسبس، وهو بيقول لنا اشكروا في كل شيء. الرب اعطى والرب اخذ، فليكن اسم الرب مبارك. اصل انا مش الحاجات هي اللي بتديني قيمتي ولا الالقاب ولا المنظر اللي انا فيه. انا قيمتي my real identity ان انا ابن الملك. وماذا يصنع لرجل سر الملك ان يكرمه؟ مين يقدر يقف قدامك؟ مين يقدر؟ انا مش مدور على حاجه تزودني. فجناب الوالد الدكتور القس، وبالمناسبة أنا مهندس، أنا خريج زراعة يعني، فهندسة زراعية. تقدر تقول بقى جناب الوالد الدكتور القس المهندس الحج، لأن حجيت رحت والمقدس لأن رحت. يعني لو أنت بتدور على ألقاب وفاكر أن اللقب هو اللي بيديك القيمة تبقى غلطان. أنت كابن لله هي دي قيمتك الحقيقية. فأنا عارف قيمتي في المسيح، أنا عارف مين أنا في المسيح، أنا عارف أنا واقف قدام مين. أقول لكم حاجة ممكن تفتكروها، ولو حد بياخد نوتس ويكتبها لكم كلكم. اللي هيدخل مخدعه ككاهن يخرج يواجه المجتمع كملك، لأن بيقول لأنه قد جعلنا ملوكا وكهنة. اللي فيكم هيدخل مخدعه ككاهن ويقدم نفسه ذبيحة حية مقدسة قدام الله، تطلع من باب الخلوة بتاعتك تواجه العالم كله رافع راسك كملك. جعلنا، هو جعلنا ملوكا وكهنة. تشكر ربنا ازاي؟ تشكري ربنا ازاي؟ ربنا بيزعل قوي لما نشكر، نقول نشكر الله، نشكر الله. يعني عارفين شكر المستسلم غير شكر المسلم. شكر المستسلم بيقول ما انا هعمل ايه، ده ربنا اشكره هعمل ايه. لكن المسلم اشكر لان انا عارف، أنا عارف هو بيعمل إيه، أنا عارف هو بيقودني إزاي، أنا عارف أنا في النهاية هبقى منتصر في المسيح، فأنا عايش رافع راسي. مش كده؟ افرحوا، أنا عايزك تروح فرحان. خلاص تكشيرة مفروض يعني ما تبانش تاني، إلا لو أنت يعني بتعتبر أن ده وقار، بس ده مش وقار. الفرح في الرب ده حاجة تانية، حاجة تانية. يعني أنبسط أول ما حد بيزغرط، فرحي بالرب. إذا احنا بنزغرط لطوب الأرض وبنسقف لطوب الأرض، فما بالك للملك. افرحوا في الرب كل حين، صلوا بلا انقطاع. قول له يا رب أنا من النهاردة هبتدي معاك حوار وأنا سايق العربية. قول له شوف يا رب العربية اللي ماشية قدامي دي، أو يا رب بارك الرجل اللي هو ماشي بيه بتاع، يا رب بارك الست اللي قاعدة هناك دي. لو أنت في كافيتيريا اقعد اتأمل في اللي حواليك وكلم ربنا عليهم. أنت بتكلم أبوك، فمفيش أي حدود تقول له إيه. بعدين أشكر، أشكر الدنيا ضعت، بشكرك يا رب، بس أقول يا رب شيل من جوايا روح التذمر، لأنه أكتر حاجة ممكن تقتل فرحك وتقتل سلامك وتقتل نموك الروحي أن أنا دايما متذمر. أنا دايما، والتذمر هو أن أنا مش راضي على اللي عندي وحاسس اشمعنى غيري عنده. أنا مش راضي على ده، عايز اللي عنده ده. فخلونا النهاردة نقول يا رب املاني بروح شكر، روح شكر، اي شكر استطيع. ولو ما لقيتش حاجه تشكرها، بصوا انا واكتبوها عليا، انا هفضل لغايه ما اموت الحاجه الوحيده اشكر ربنا عليها انه انقذني من الهلاك وان انا ضمنت ابديتي. انا عارف لما بنعمل في عيد الشكر تحب نشكر ربنا عليه، اشكر ربنا انه جابنا، اشكر ربنا انه ادانا السنه دي كذا، اشكر ربنا ان بنتي خلفت. عندنا حاجات كثيره بنشكر ربنا ودي حاجه رائعه جدا، بس انا لغايه ما اموت هفضل طول عمري اشكره. زي ما قال المرنم، بارك يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته الذي يغفر جميع ذنوبك. انا هفضل لغايه ما اموت اقول انا بشكرك، لاني من غيرك كنت رحت فين، من غيرك كنت عملت ايه. ربنا يديكوا نعمة إن المؤتمر ده يكون فرق في حياتكم، وإن احنا نعيش كأولاد نور وكأولاد الملكوت.
الفتيلة اللي ربنا ولعها النهاردة محتاجة ان احنا ككنيسة كلنا نشتغل عليها ونشجع بعض ونرفع بعض ونصلي من اجل بعض ونبتدي نشوف ماذا تريد مننا رب ان احنا نفعل ككنيسة. انا نفسي الحد الجاي كده ابراهيم يكلمني ولا امل يقولوا لي تصور الخمسين الحد اللي بعده كانوا 75 الحد اللي بعده بقى 100 السمك مالي الحصاد كثير. بس بدل ما تروح لربنا ايدك فاضية روح لربنا قول له ها انا والاولاد اللي انت اعطيتني. خلونا نصلي. يا رب بنشكرك لانك صالح, بنشكرك لانك اب صالح بتعطي اولادك يا رب, بتعطي اولادك يا رب طعام الحياه. بشكرك يا رب لانك عايزنا نبقى فرحانين. يا رب انا بصلي في اسم يسوع وبنتهر يا رب كل روح حزن ابليس بيرميها على اولادك وعلى كنيستك وعلى شعبك يا رب, حتى إن سرت في وادي ظل الموت, حتى إن سرت في وادي البكاء يا رب لأن أنا شايف إن أنت معايا. بيقول سرت في وادي البكاء يصيرونه ينبوعا ينبوعا لأنك موجود فيه. يا رب خلينا نفرح بيك, أنا هفرح بيك, أنا هفرح بيك. أنا مش مستني موقف يفرحني ولا هدية تفرحني, أنا فرحان بالرب, أنا فرحان فرحان بالرب. يا رب علمني أشكر, شيل يا رب من الفوكابلري بتاعنا كل لغة تذمر, ادينا ان احنا نبقى فرحانين شاكرين في كل حين. ادينا يا رب ان احنا نعرف يعني ايه نصلي, يعني ايه ننزل على ركبنا, يعني ايه نقول لك يا رب ان افعل مشيئتك يا الهي سررت, يعني ايه اتكلم معاك يا رب زي ما كانت زمان في تنيمة بنقولها يا طيبة ساعات بها اخلو مع الحبيب يجري حديثي معه سرا ولا رقيب. بقدر اقول لك كل اللي في قلبي من غير ما اخاف منك ولا من غير ما اخاف انك هتعمل ايه. بشكرك يا رب من اجل نعمة الصلاة ان بقدر اجي واقول لك يا ابويا. يا رب بركة ونعمة لإخواتي اللي موجودين واللي مشوا واللي هيسمعوا الخدمة دي على الكمبيوتر. المس يا رب الكل في رضاك, أقم يا رب في إدمنتون يا رب رجال ونساء حسب قلبك, أقم يا رب في إدمنتون من هذا الشعب يا رب نور وملح يكونوا بركة للمدينة في اسم المسيح. شكر للرب بيعطيك الانتماء والتكريس والخدمة. الحقيقة من خلالك أخونا سيسي شام أنقل لكل الناس اللي بتعرفهم أنه كنيسته حية, ونستمر ولنا ثقة بأنه القادم لسه أجمل, خاصة القدام عندهم إحساس ليس فقط بالانتماء والالتزام وإنما الرؤية, ونرى بأنه أطفالنا هم مستقبل الكنيسة. فبدون ما أضغط أمامكم على شخص معين, لكن ننظر لأسرة معينة إنها تقود أطفالنا. بدناش فقط نتم كنيسة مهاجرين أو ناس كبار السن هاجروا, وإنما نبدأ بالتأسيس. فأولادنا اللي منكم إذا تمكن يروح على الغرفة اللي فيها أختنا سمر وشوف الأطفال اللي حواليها, هذه البذرة الصالحة. بنصلي من أجل الكنيسة. نشكر الله. نشيدي يعلو بالهتاف خير ختام لخدمة هذا الصباح. Shri Radhe 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 Radh
بشكر الله. الصلاة الربانية خير ختام، وبعدين بعطي إعلان مدته 5 ثواني وبنكمل استعدادا لفترة الظهيرة. أبانا الذي